السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في أولى حلقات برنامجكم الأسرة والمجتمع. والنهاردة طبعا بنحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف، مولد النبوي الشريف عليه النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا احنا معانا كوكبة من كبار العلماء، معانا النهاردة الداعية الإسلامي الشيخ يحيى أبو حسين، أهلا وسهلا أهلا بحضرتك. وسهلا. ومعانا الشيخ المبتهل أحمد توفيق، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا أهلا وسهلا. والقارئ الشيخ محمد سامي الدغيث، أهلا أهلا بحضرتك. بحضرتك أهلا وسهلا. طبعا. وخير ما نبدأ به آيات من الذكر الحكيم مع الشيخ القارئ الشيخ محمد سامي الدغيث، تفضل حضرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى Yeah.
وسبحوه بكرة وأصيلا. يا وتوكل على الله.
شيخ، بتحب عليك. الله يبارك. طبعا هي بتأتي حلقتنا في وقت بينتفض فيه المسلمين حبا للتعبير عن حبهم للنبي الله صلى الله عليه وسلم في مواجهة أعداء الإسلام والمسلمين. فمع الشيخ اسمح لي طبعا يا شيخنا ان انا اتجه للشيخ فضيلة الشيخ الداعية الاسلامي احمد ابو حسين يحيى ابو حسين. حدثنا عن حب رسول الله وكيف نعبر عن حبنا لرسول الله. الحمد لله رب العالمين، هو الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. سبحانه فالق الحب والنوى، خالق الأرض والسماء، له الصفات العلى. أخذ الميثاق على بني آدم، ألست بربكم في عالم الزر؟ فأجابوه بلى. وأمر الملائكة بالسجود لآدم، لكن إبليس استكبر وأبى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأصلي وأسلم على من ختمت برسالاته الرسالة وفرح به الأرض والسماء بمولده، صلاة وسلاما على النبي الكامل والسراج الشامل، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود والموقف المشهود. اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. لقد خلق الله عز وجل الخلق، واصطفى من الخلق الرسل، واصطفى من الرسل الأنبياء، واصطفى من الأنبياء أولو العزم الخمسة، نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا. واصطفى الله عز وجل الخليلين إبراهيم ومحمدا على سائر خلقه، واصطفى الله عز وجل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على سائر خلقه، فشرح الله له صدره ورفع له ذكره وزكاه في كل شيء. زكى الله حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. زكاه ربه عز وجل في صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك. زكاه في حلمه فقال: وبالمؤمنين رؤوف رحيم. زكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وأعظم دليل على حبنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رب العالمين سبحانه وتعالى يحب رسول الله، فقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والله عز وجل حذر المستهزئين الذين يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى في آخر سورة الحجر: إنا كفيناك المستهزئين. الله عز وجل ما نادى على نبي في القرآن كله من سورة البقرة إلى سورة الناس إلا باسمه، مجرد عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة،
وحينما نادى على حبيب قلوبنا قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا محمد، لا يغرك هؤلاء الذين يستهزئون بهذا الدين، فنحن كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. فالله عز وجل توعد بالدفاع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو تخلى أهل الأرض بالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل وحده هو الذي توكل بالدفاع عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والذي ينظر في القرآن الكريم ينظر مفارقة عجيبة بين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال تعالى في حق الخليل إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال سبحانه وتعالى في حق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أبت نفسي تتوب فما احتياري، إذا وقف العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارى بأوذار كأمثال الجبال. وقد نصب الصراط لكي يجوزوا، فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير لدار عدن تلقته العرائس بالغوالي. يقول له المهيمن: يا ولي غفرت لك الذنوب فلا أبالي. قال سبحانه وتعالى في حق الخليل إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال تعالى في حق الحبيب محمد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال تعالى في حق الخليل إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قال تعالى في حق الحبيب محمد: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قال الله عز وجل في حق الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فحب النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بالإيمان، فلا يصح إيمان المسلم إلا إذا كان حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه أشد من حبه لماله، أشد من حبه لعياله، أشد من حبه لزوجه، أشد من حبه لنفسه التي بين جنبيه. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ يوما بيد عمر بن الخطاب قائلا: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه. قال عمر: يا رسول الله، والله إني لأحبك غير أني أحب نفسي أكثر منك. قال: لا يا عمر، يعني لا يكمل إيمانك يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فقال عمر: والذي بعثك بالحق نبيا لأنت الساعة أحب إلي من نفسي التي بين جنبي يا رسول الله. وقد علق ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري على هذا الحديث، قال: حب الإنسان لنفسه طبع فطرة، من منا إلا وهو يحب نفسه أكثر من أي أحد. حب الإنسان لنفسه طبع فطرة جبلة، وحب الإنسان لغيره اختيار، يعني أنت لا تحب غيرك إلا لسبب. قال ابن حجر:
فلما نظر عمر في الأسباب علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سبب نجاته في الدنيا قبل الآخرة، عندها نطق بالحق وقال: والذي بعثك بالحق نبيا لأنت الساعة أحب إلي من نفس التي بين جنبي يا رسول الله. وصدق من قال: بحب المصطفى تحيا القلوب، وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس علي حوب. نبي، اللهم صل عليه، نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، فقيل له الحبيب. ذكره يفرج الكربات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب. شريعته صراط مستقيم فليس يمسنا فيها لغوب. لجود المصطفى مدت يدينا وما مدت له أيد تخيب. نحب رسول الله لأن رب العالمين يحب رسول الله. نحب رسول الله لرحمته بأمته. ففي صحيح مسلم: تلا يوما قول الحق تبارك وتعالى في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا قول الحق تبارك وتعالى في عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رب العالمين لجبريل: يا جبريل، انزل إلى محمد وقل له: ما الذي يبكيك يا حبيب الله؟ فنزل جبريل في التو واللحظة وقال: ما الذي يبكيك يا حبيب الله؟ قال: يا أخي يا جبريل، إني لأبكي على حال أمتي. فصعد جبريل إلى السماء فقال رب العالمين لجبريل: يا جبريل، انزل على محمد وأقرئه مني السلام وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسيئك أبدا يا رسول الله. نسأل الله عز وجل أن يرفع عن مصرنا الوباء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. حضرتك ذكرت قول الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فإحنا نرجع لحضرتك في جانب من جوانب أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وتحدثنا عنه، ولكن هناخد جانب من الابتهالات والمدائح النبوية مع الشيخ المبتهل أحمد توفيق. اتفضل حضرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا ويسر لنا أمورنا واحفظ مصرنا يا أكرم الأكرمين يا سيدي يا رسول الله، يا سيد الكونين، يا عالم الهدى، يا بحر جود لا يكف عطاء، يا بلسما يشفي الجروح حنانه، يا ناطقا للحق ما أبهاه، يا سيد الكونين.
النعيم لمن يحب محمدا، جعل النعيم لمن يحب محمدا فهو النبي أثنى عليه الله. بحبل ربك جودي واسعدي، هذا رسول الله، هذا حبيب الله، هذا رسول الله، نور قبره وأضاء قد نورت وما تجلى غير نور محمد. طلع البدر علينا من ثني أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع، مرحبا يا خير داع، مرحبا يا خير داع، نبي الهدى صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ما شاء الله أبدعت يا شيخ أحمد، أبدعت. اسمح لنا يا شيخ، نرجع تاني للشيخ يحيى، وكلمنا عن جانب من جوانب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي أثبت حبي لنبي الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين وأنث المحبين وروضة المشتاقين وسعادة العارفين وقرة أعين الموحدين الذين يوحدون الله رب العالمين. لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أبي بكر، وما أدراكم ما عائشة؟ إنها معلمة العلماء
ومؤدبة الأدباء وفصيحة البلغاء والمبرأة من عند رب الأرض والسماوات، لما سئلت عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. الله أكبر. كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي بين الناس بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يخرج فيه علينا شرذمة أهل الأرض فيسبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أخلاقه القرآن، وكان يقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فيا أمة المصطفى، إن أردتم أن تنصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما عليكم إلا أن تمتثلوا أمر رسول الله. قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيجب علينا أن ننصر رسول الله، أن نسير على درب المصطفى عليه الصلاة والسلام، أن نمتثل أمره، أن نجتنب نهيه، أن نقف عند حدوده. قال سبحانه وتعالى في آخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال ابن القيم عليه رحمة الله: ولا يكون العبد من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله على بصيرة. انظر إلى أخلاق النبي، أخلاقه مع المسلمين، أخلاقه مع غير المسلمين، أخلاقه في جميع المجالات. كان صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، رحمة للإنس والجن، رحمة بالحيوانات، رحمة بالجمادات. انظر إلى هذا المثال. روى الدارقطني أن رجلا أعرابي كان على غير الإسلام، وانظر إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين. ذهب هذا الأعرابي إلى البيداء إلى الصحراء، وصاد ضبا، والضب حيوان يشبه الحرباء، فمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي في محفل من أصحابه، الصحابة مجتمعين حوالين سيدنا النبي، فشق الأعرابي الجماعة وقال: يا محمد، انظر إلى هذه القسوة وهذه الغلظة، يا محمد، ما اجتمعت النساء على ذي لهجة أكذب منك إلي، ولولا أن تسميني العرب عجولا جبانا لقتلتك بسيفي هذا. انظر، لم ينهار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليه؟ لأن كان خلقه القرآن. بعثه الله قدوة للعالمين، بعثه الله عز وجل أسوة للعالمين. انظر إلى هذه الأخلاق التي حولت قلب هذا الرجل من الكفر إلى الإيمان. يا محمد، إن كنت تزعم أنك نبي حقا فليؤمن بك هذا الضب الميت، والله عز وجل ما أرسل نبي إلا بآية، إلا بمعجزة، والمعجزة لم تعطى إلا للأنبياء. يا محمد، إن كنت تزعم أنك نبي حقا فليؤمن بك هذا الضب الميت. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الضب الميت قائلا: يا أيها الضب. فقال الضب: لبيك يا رسول الله. ثم قال النبي: من تعبد يا ضب؟ فقال الضب: أعبد الله الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي النار عذابه، وفي الجنة رحمته. ثم قال النبي: من أنا يا ضب؟ فقال الضب: أنت رسول رب العالمين وخاتم النبيين، قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك. فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك يا محمد رسول الله. انظر إلى أخلاق النبي، حولت قلب هذا الرجل من الكفر إلى الإيمان.
لنمتثل بأخلاقنا ممتثلين أمر حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى أخلاقه حتى مع غير المسلمين، فليسمع الغرب، فليسمع العالم كله، كل من يجيد لغات أهل الأرض يترجم هذا الحديث بالفرنسية بالإنجليزية بجميع لغات أهل الأرض، ليعلم العالم كله من هو رسول الله رحمته حتى بغير المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمن، أي من أعطى الأمان، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. الله أكبر. حتى مع غير المسلمين انظر إلى رحمة رسول الله. من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. وانظر إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا مع غير المسلمين. رجل يسمى بثمامة بن أثال، هذا الرجل كان من أغنى الكفار، كانت له هيبة عظيمة في قومه. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خيلا دون نجد فأتت بهذا الرجل سيد أهل اليمانة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يربطوه بعمود من أعمدة المسجد الحرام. وتعمد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربطه الصحابة في عمود من أعمدة المسجد، والحكمة الأولى ليسمع القرآن غدا طريا من فم النبي وهو يصلي بأصحابه. والعلماء يقولون هذا دليل على أن غير المسلم يجوز له أن يدخل المسجد ما دام ما فيش في نيته الشر. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على سيد أهل اليمامة ويقول: ماذا عندك يا ثمامة، هتؤمن؟ قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت المال جمعنا لك المال. فتركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عاد إليه في المرة الثانية: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك يا محمد. انظر إلى أخلاق رسول الله، محولت قلب هذا الرجل أن أطلق النبي صراحة، فذهب إلى بستان إلى جوار المسجد الحرام واغتسل، ثم عاد فنطق الشهادتين بين يدي رسول الله: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك يا محمد رسول الله. فيا أمة النبي محمد، نبيكم كانت أخلاقه القرآن، كان قرآنا يمشي بين الناس. أحسنت يا شيخنا. وطبعا الكلام في أخلاق وفي مدح رسول الله مش هينتهي، وخير ما نختم به هو القرآن الكريم مع الشيخ محمد. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، محمد أشداء على
أحسنت يا شيخ. في نهاية زي الحلقة طبعا أود أن أشكر حضراتكم على تلبية دعوتنا والحضور. شرفت جدا بحضوركم فضيلة الشيخ الداعية الشيخ يحيى أبو حسن. أهلا يعني أشكر حضرتك فضيلة المبتهل الشيخ أحمد توفيق. متشكرة جدا لحضور حضرتك فضيلة الشيخ محمد سامد غيدي. أشكر حضرتك القارئ. أهلا وسهلا. فأعزائي المشاهدين في نهاية حلقتنا أقول لحضرتكم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف، وأشكر
وأشكر لحضراتكم حسن الاستماع والمشاهدة، وإن شاء الله انتظرونا كل خميس بإذن الله، ونكون نقدم لحضراتكم محتوى ينال على إعجابكم ورضاكم، ونكون دايما عند حسن ظنكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.